السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبات وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتاب البراجراف عن Community أو Community Garden، يعني الحديقة المجتمعية. ممكن عنوان تاني A Community Roof Garden، اللي هي حديقة سطح المجتمع. نبدأ بسم الله. Community roof garden يعني حديقة سطح الإيه؟ المجتمع. نبدأ بسم الله، نقول طبعا I أو I am علي، اسمي علي. I like to help، أنا بحب أساعد. My family عيلتي. At the community في الحديقة المجتمعية garden أو الحديقة الاجتماعية. أقول طبعا إنها it's a green space، إنها مساحة خضراء. on على the roof، على الروف اللي هو السطح. of our apartment، على سطح عمارتنا. apartment block. يبقى تاني I am Ali. I like to help my family، بحب أساعد عيلتي. at the community garden، في الحديقة المجتمعية والاجتماعية. it's a green space، إنها مساحة خضراء. on the roof، على سطح of our apartment block، إنها طبعا مساحة خضراء على سطح عمارتنا، أو طبعا السكن الذي نسكن به. our apartment block. هنقول كمان لدينا، يبقى we have، احنا عندنا. هنقول احنا لدينا متطوعين، يبقى volunteers، متطوعين من الحي او الجوار، يبقى from the neighborhood أو neighborhood، يعني من حينا أو طبعا المكان الذي نسكن فيه. هنقول طبعا إن احنا بنزرع فيه إيه؟ we، نحن plant، نزرع خضروات، يبقى vegetables. أعمل طبعا إيه؟ like، مثل peppers، الفلفل، فصلة، والأونيونز، البصل، كمان ليتس، الفص، and carrots، الجزر. كمان هنقول برضو احنا أيضا، يبقى نحن also، أيضا plant، بنزرع fruit، فاكهة أو أشجار فاكهة، يبقى fruit trees. يبقى نحن أيضا plant، بنزرع fruit trees، أشجار فاكهة. كمان فقط كمان بنستخدم مين؟ قلنا إحنا الحاجات اللي بنستخدمها في زراعة الإيه؟ الحديقة المجتمعية. يبقى we كمان، نحن only يعني فقط use، بنستخدم natural fertilizer، سماد طبيعي. to have، لكي يكون لدينا. to have أو فقط للحصول يعني. يبقى هنا تاني we only، احنا فقط بنستخدم natural fertilizer، السماد الطبيعي.
to have ليكون لدينا أو للحصول على fresh إيه طبعا to have fresh organic food يعني طعام عضوي طبعا طازج. يبقى we use natural fertilizer to have للحصول على fresh organic food طعام طبعا إيه عضوي طازج خالي من المواد الكيميائية. كمان هنقول وي نحن يمكننا كان أن نحصد أو حصاد يبقى harvest أو harvest 20 العدد اللي احنا طبعا بنحصدوه معانا 20 أو 20 كيلوز أو كيلوز of 20 كيلو من الخضروات كل سنة. يبقى of vegetables أيير يعني في السنة. نقول طبعا هذا عظيم أو رائع يبقى that's great. حط طبعا exclamation mark علامة طبعا إيه تعجب. أنا كده كتبت باراجراف عن a community roof garden حديقة سطح المجتمع، أو ممكن يقول لي عندي a community garden الحديقة المجتمعية أو الحديقة الاجتماعية. I like I am Ali. I اسمي علي. I like to help my family at a community garden. بحب أساعد عيلتي في الحديقة الاجتماعية. It's a green space. مساحة خضراء on the roof على سطح of our apartment عمارتنا السكنية. We have volunteers لدينا متطوعين from the neighborhood أو neighborhood من الحي أو الجوار. We plant vegetables بنزرع الخضروات. كمان like مثل ال peppers الفلفل onions البصل lettuce الخس and the carrots والجزر. We also كمان أيضا plant بنزرع fruit trees أشجار فاكهة. We only فقط use بنستخدم natural fertilizer سماد طبيعي أو عضوي to have يعني كمان للحصول على ال fresh organic food الطعام الصحي أو الطعام طبعا العضوي الخالي الطازج الخالي من المواد الكيميائية. We can harvest يمكننا الحصاد أو يمكننا أن نحصد 20 كيلوز 20 كيلو of vegetables من خضروات أير في السنة. That's great هذا عظيم أو رائع. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى رب الفيديو نال إعجابكم وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.